بلاسخارت في بيت الخزعل. جبر الخواطر يخلص البلاد من شر المخاطر. لما نوصل لحافة الهاوية معناها إحنا بانتظار واحد من اثنين، أما السقوط بالفراغ أو انتظار معجزة. هذا هو الوضع حالياً بالعراق، والسبب هو أزمة نتائج الانتخابات وموقف قوى الإطار التنسيقي منها. ما هي خياراتهم وليش وضعهم يبدو صعب هالأيام؟ باختصار، قوى الإطار أمامها خيارين، أما القبول بنتائج الانتخابات أو الاستمرار برفضها، وبالحالتين هناك تداعيات وسيناريوهات. في حال استمروا برفض الاعتراف بالنتائج، فالمتاح أمامهم هو التصعيد والبقاء بالشارع ودخول الخضراء على أمل إجبار الحكومة والقوى السياسية على إلغاء الانتخابات. وهذا شبه مستحيل، لأنه حتى لو العراقيين وافقوا المجتمع الدولي ما راح يوافق. تداعيات هذا الخيار مو فقط مكلفة للنظام السياسي بالعراق، بل مكلفة أيضاً للقوى الخاسرة نفسها، لأنه رفض النتائج راح يعرضها لضغط داخلي وخارجي. بالداخل راح تتعرض هاي القوى لنقمة القوى السياسية اللي اعترفت بالنتائج، وأيضاً تتعرض لنقمة من الجماهير اللي تريد تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن وتخشى الدخول في متاهة الفوضى. أما خارجياً فالقوى الرافضة راح تكون بالنسبة للمجتمع الدولي قوى مارقة ومتمردة على الشرعية الدستورية، ولربما تنبذ لاحقاً وتحرم من حق المشاركة السياسية فيما لو تم تدويل القضية. لذلك هناك من يقول أنه حتى إيران غير راضية عن خيار التصعيد والرفض التام لنتائج الانتخابات، لأن الموضوع راح ينعكس عليها فيما بعد، وقد تفقد ما تبقى لها من موطئ قدم داخل العملية السياسية بالعراق. إذا رجعنا للخيار الثاني المتاح وهو قبول الإطاريين بالنتائج، فاللي ممكن يصير هو اللجوء للتفاوض مع الصدريين مثل ما مطروح الآن بمبادرة السيد الحكيم، وهذا معناه العودة للاعتراف بحجمهم الجديد. ومثل هيج خيار واقعي سيكلف القوى الرافضة الكثير من الخسارات، حجمهم يصغر وتأثيرهم بالمشهد يتضاءل، وراح يعترفون بهزيمتهم ويسلمون رقابهم للصدريين، وهذا قد يهدد وجودهم المستقبلي كله وفقا لشروط الصراع السياسي بالعراق. أكو سيناريو آخر، وهو حصول قوى الإطار على مقاعد تعويضية. منين يجيبون هاي المقاعد؟ يجيبوها من المستقلين اللي عددهم تقريباً 60 مقعد، جاي يقولون ناخذ 20 مقعد منهم ونقدم ترضية لأصحابها ونسكتهم. وذول العشرين هم المستقلين اللي لحد الآن بعدهم ما انتموا لكتل أو أحزاب، يعني من أصحاب الظهر المكشوف. وبحال تم هالشي فراح يعد سابقة ما صايرة بالتاريخ. الخلاصة، إحنا وين رايحين هسه؟ إحنا الآن على بعد خطوات من حافة الهاوية. خيارات قوى الإطار الضيق، خلال أيام تعلن النتائج النهائية، وراها بعشرة أيام القضاء يقر النتائج. فعلى قوى الإطار تحديد وجهتهم جيداً، أما القبول وتحمل الخسارة أو القفز بالفراغ من حافة الهاوية. وإحنا مجبرين نقفز وياهم رغم أنوفنا، ماكو حل ثالث، لو هرى لو ورى.